بمناسبة فكرة وقف إطلاق النار، زارت الجمهورية المجاهدة بن عيسى الباتون واستقبلتنا بصدر رحب برفقة أبنائها وأحفادها ببيتها العائلي بلبيزيد الشيخ، حيث ظلت سائرة بالأمس خدمة للثورة التحريرية، مكلفة بغسل الملابس وطهي الطعام وإخفاء أسرى المجاهدين بمراكز الثورة بضواحي البيض الأبيسيد الشيخ وبريزينا. تنحدر من عائلة ثورية فقدت 6 شهداء من عائلتها في معارك ضارية بالجهة، ونظرا لتدهور صحتها وضعف ذاكرتها ساعدنا ابنها الأستاذ عبد القادر في سرد بعض الأحداث التي عاشتها، لا سيما في 19 مارس سنة 1962. احنا مو مين ترشد العلاج احضر الدنيا قيت تجاهل مع بعضها ولا تسقريت القوم نحيا بنت نه والفرحة والفرحة هي كملي كملي فرحة فرحة وفرحين ونزروا ولمدوا في رواحنا ولمدوا في اولادنا واش خصنا بهذا لصعوبة استرجاع الذاكرة وبصفة ابنها يعني ومدونين عليها بعض النقاط هما شعبيا عندهم وقت اطلاق النار ترشيق الاعلام المصطلح الشعبي ترشيق الاعلام وكانوا في منطقه ضواحي البيض تسمى بالزرع الاحمر كانت مع قياده المنطقه وكانت يعني الوالده كانت كما نقول المراه في المراحل هذه كانت كما نقول تقوم بكل واجبات المراه في الثوره التحريريه من غسل وطهي ومساعده المجاهدين وكانت فرحه كي تعودها علينا دائما تعود فرحه يعني كبيره وقت اطلاق النار يعني حقوا الهدف وحتى هم الجهاد المحمدي وصلوا للمرحلة تاعه وهو أخذ الاستقلال ولله الحمد وحتى الذكريات ترجع ذيك الذكريات مرة ترجع ذيك الذكريات.